السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أمورك تمام والأهل كويسين، وإن شاء الله الأمور بتصير الأحسن. تاريخ اليوم تاريخ مميز لمحاربة النفس الأمارة بالسوء، 22/9/2023. قلنا أكبر وأول وآخر وأحسن أولوية مشروع إنه نحصل على حب الله ورضاه، كيف؟ إنه نكون إحنا من المحسنين، نكون من الصابرين، نكون من المتقين، نكون من المتطهرين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين. لما نحسن لأي أحد، أي أحد، سواء كان أهلنا، أخونا، زوجتنا، زوجنا، أبونا، أمنا، أخواتنا، حماتنا، جيراننا، أعدائنا، لأي حدا، لما نحسن إله، نحسن إله بوقت، نحسن إله بفكرة، نحسن إله بصدقة، نحسن إله بفلوس، نحسن إله بتسامح، نحسن إله إنه إحنا نسامحه على أغلاطه، نحسن إله بأي نوع من أنواع الإحسان. فإحنا نقعد لبكرة الصبح نحكي أنواع الإحسان، بس أحسن إحسان لما إحنا ننجح، لما إحنا نتمنى النجاح لإله قبل ما يجي النجاح لإلنا. كيف الأم لابنها بتتمنى تعطيه كل شيء وتشوفه الابن أحسن منها، نفس إحنا كمان من حبنا لله لازم احنا نحسن لكل الناس. هذا قلنا ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب الصابرين. لما نصبر على الوضع الصعب، على الجسم الصعب، على الاوضاع الصعبه، على الفلوس اللي ما عم تجي، على المصاريف الزياده، لما نصبر على امراض، لما نصبر على حروب، لما نصبر على ظلم، ظلم من اهل او ظلم من الاعداء او ظلم من، لما نصبر ان الله يحب الصابرين. فصار يعني ربنا لما يجبنا بلاء او ابتلاء هذا كمان لازم نصبر عليه. فاحنا عندنا امكانيه انه ربنا يحبنا، كيف؟ انه احنا نكون من الصابرين او يكون من المحسنين. اكيد الاحسان هو احسن شيء، لانه في نحسن بصدقه، في نحسن بابتسامه، في نحسن بنيه، في نحسن بدعوه. كمان انه الله يحب المتقين والمتطهرين، المتقين والمتطهرين يعني واحد يخفف الغيبه، يخفف النميمه، يخفف السب، يخفف الظن بالناس، يخفف الأذية، هاي كلها ربنا بيصير يحبنا بالتدريج. أنا أول واحد طبعاً لازم أنا أضبط من نفسي وأكون من المتقين والمتطهرين، أخفف من كل العادات اللي مش كويسة وأزيد من العادات الكويسة. قلنا العادات مش بس هي عادات دينية وإيمانية، في عادات غذائية، عادات صحية، عادات اجتماعية لازم كمان نحسن منها. الله المستعان. قلنا دائما ندعي الدعاء كمان نوع من انواع الاحسان للناس اللي عايشين، الله يشفيهم من جميع الامراض، امراض القلوب، امراض النفوس، امراض الصحيه، وللناس اللي توفوا اولهم والدي محمد مهدي يكسل، انه الله يعلي احل اعلى جنات الخلد والفردوس لكل الناس اللي راحوا. يا الهي هذا عبدك وابن عبدك الذي امن بك وباياتك وتوجه اليك منقطعا عما سواك، انك انت ارحم الراحمين، اسالك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر أفضالك وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وأنك أنت المعطي العليم الحكيم. سلم بديك وقلكم، ما شفناكم بالعين منشوفكم بالقلب، ما شفناكم بالدنيا منشوفكم بالجنة.